بسم الله، ان شاء الله نشوف حاجات جديده في برنامج الدينامو. خلينا نبدا نحط الاكس واي زد، وبرضه نحط الجريد. طيب محتاجين نديهم نمبر، كنترول في عشان تكرر العناصر. ممكن ادي كله اكس واي وزد، اخليها لوحدها عشان عايز اديها بس رقم واحد عشان ما نعملش لخبطه. تمام، وين هاجي في اكس واي زد؟ اكس واي وزد اخلي واحد، واكرر الرقم ده برضو. المسافة اللي بينهم اللي هي السبيس نقول خليها 5، أو ما كرروا معانا بسهولة. النقطة ديت هي النقطة اكس واي زد، والنقط ديت هي النقط اللي هنا. تمام، ممكن أقول له أنا عايز أرسم مثلا سيركل، سيركل تمام، وأقول له ده خلي ده سنتر، وأقول له الراديوس هات لي نمبر من هنا. تمام، ده الراديوس ممكن أخليه 5، ممكن أخليه 15 مثلا. ممكن أقول له إكس واي زد أنا عايز اكس واي زد ديستنس اللي هي المسافة بين نقطتين. اقول له مثلا المسافة بين هنا وهنا، تمام، هو ده اللي هيبقى الراديوس. تمام، فالنتيجة كده ايه؟ المسافة بين النقطة دي والنقطة دي هو ده الراديوس بتاع الدايرة ديت. المسافة بين الدايرة البعيدة، خلينا نحط واتش عشان تشوفها، واتش 3D. تمام، أقول له وريني هنا، اللي بيحصل إيه؟ أنا عندي كل الدوائر تمام ليها نقطة مركز، اللي هو بياخده منين؟ اللي هو بياخده من الإكس واي زد جريد. تمام، النقطة دي المسافة منها للنقطة دي هي دي المسافة اللي نعتبرها نص قطر الدايرة. طبعا هنا تبقى قريبة منها فتبقى صغيرة. تمام، خلينا نحط هنا نمبر، نمبر سلايد. تمام، في هنا شوف كل ما غير بتتغير معايا. تمام، دي عبارة عن ايه؟ المسافة من النقطة اللي هي في الاكس واي زد للنقطة اللي هي في الاكس واي زد جريد، هي دي المسافة اللي بعتبرها نص القطر. طيب شايف انها كتيرة، ممكن تقول له ديفايد. تمام، ده هيبقى الراديوس بتاعي، وده هيبقى هنا الاكس، واديله نمبر. ده عشان ايه؟ بدل ما المقاس كبير، لا هيروح ايه قاسم الاكس على الواي
تمام. يعني لو انا خليت النمبر ده واحد، ده الشكل الافتراضي بتاعي اللي هو المسافة بين النقطة دي والنقطة دي، بين النقطة اللي هي في الاكس واي زد جريد والنقطة اللي هي في الاكس واي زد. تمام، لو انا قلت له اقسم على 2 المسافة هتقل. طب لو قلت له اقسم على 5 المسافة هتقل اكتر. تمام، طب لو انا حركت النقطة دي سواء ان انا عدلت في الاكس او عدلت في الواي، تمام، هتلاقي النقطة اللي هي بتروحها كل ما تروح نقطة الشكل بيتغير. تمام، درس بسيط جدا على الدينامو، واتمنى يكون الفكرة وصلت ان شاء الله. عمر